جبلياني عن عمر 70 عاما، ويعتبر ملياني واحد من أبرز النقاد والأكاديميين المتخصصين في الشأن الثقافي، وقد أسرى المكتبة الوطنية بعدة مؤلفات، وسخر الراحل جهده لخدمة التراث اللمدي والهوية والأنصر بولوجيا، مخلفا وراءه رصيدا معرفيا كبير للطلبة والباحثين في التراث. ووصف الشاعر الجزائري عاشور فني ملياني بالقيمة العلمية والقامة البحثية والإنسان الذي أوتي محبة الناس. وكتب الروائي الجزائري أمين الزاوي: مات الحاج ملياني صديق وزميل منذ عام 1985، من أكثر المثقفين نشاطا في الجزائر، مفكر في المجال والتفكير. مات الحاج ملياني والمشهد الثقافي والأكاديمي في حداد. أنا مصدوم ومزعور، وداعا يا صديقي. من جهة أخرى، حملت عطلة نهاية الأسبوع أخبار حزينة لعالم الفن التشكيلي، حيث ودعت الجزائر